بسبب فيروس كورونا، حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من خسارة 1,700,000 وظيفة في العالم العربي، وتوقعت أن يؤدي انتشار الفيروس المستجد وتدني أسعار النفط لتراجع الناتج المحلي الإجمالي العربي بما لا يقل عن 42 مليار دولار هذا العام. وخلافا للأزمة المالية العالمية عام 2008، توقعت المنظمة الأممية أن تؤثر جائحة كورونا على جميع القطاعات وخاصة قطاع الخدمات المصدر الرئيسي للعمل في المنطقة العربية، ما يعني ارتفاع البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن كورونا سيزيد نسبة البطالة عالمياً وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف، وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين، ما يعني أن كورونا لم يعد أزمة صحية عالمية فقط، بل كارثة اقتصادية ربما تحتاج وقتاً طويلاً لتلافي تداعياتها حتى وإن وجد الطب علاجاً للفيروس المستجد.